السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. اليوم سوف نتعرف على التقييم الدولي الجزائري الصخرة الدفاعية عين سيمندي مع فريق فياريال في دوري المؤتمر الأوروبي للجولتين من دور المجموعات. طبعا سوف نتعرف على تقييم النجم الجزائري عين سيمندي في أمور اليوم، وأتمنى منك قبل بداية التفاصيل والتعرف على تقييم عين سيمندي لا تنسى الاشتراك واللايك للفيديو سلكاكو جديد، وندخل في صلب الموضوع أكثر والتعمق في هذا الموضوع والتحدث عن عين سيمندي وتقييمه في أمور اليوم. أول شيء، عيسى مندي شارك أساسي هذه المرة في تشكيلة مدربه الإسباني يوان إيمري. أداؤه كان جيد ورائع، وعلى الرغم من أن فريق فياريال تلقى هدف، لكن عيسى مندي لم يكن خطأه في تلك الهدف ونال تقييم جيد بتقييم 7، وهذا يدل على أنه قدم مستوى جيد ومستوى رائع في مباراة اليوم الذي فاز بها فياريال بهدف لهدف. وللمباراة الثانية على التوالي يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي بشكل أساسي، لكن في الدوري الإسباني يكون احتياطي. أتمنى أن يكتسب ثقة المدرب وأن يكون حاضر كذلك في الدوري الإسباني وأن يلعب دقائق أكثر، لأنه واحد من أهم اللاعبين لدى المنتخب الجزائري، ولاعب قوي بدنيا ولاعب بإمكانيات جيدة ورائعة. نتمنى لكم التوفيق للصخرة الدفاعية عين سيمندي مع فريق فياريال في الدوري الأوروبي والدوري الإسباني. وهذا هو كل شيء، لا تنسى الاشتراك واللايك للفيديو سلكاكو جديد، وشكرا متابعة وإلى اللقاء.